بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أشكر يعني موقع القرب أنفاس بريس اللي صراحة يرحل إلى كل دروب أهل الصحراء في كل واد وفي كل يعني مناطق الأقاليم الجنوبية. هذه الرحلة اللي واكبناها عبر التواصل الاجتماعي عبر المنصات، صراحة أحيي كل فريق العمل في أنفاس بريس. اليوم هذه الجلسة اللي جلسة من جلسات أهل الصحراء، لا يحضرني إلا قول الشاعر في أخبارتي: والذي لا يمكن أن ينعقد مجلس الشاي إلا يعني بقواعده اللي متعرف عليها عند أهل الصحراء. ولكن الشاعر اليوم صراحة حاول من خلال هذه الأبيات أن يصف كأس الشاي بكل يعني مقوماته، كأنك تشترع الشاي وأنت تسمع له من قريد الشعر الأدبي العربي. وطبعا يقول الشاعر: ومعتق باكرت قبل المطلع والشمس بادية السنة لم تطلع، وعلى احمرار الكأس تبدو رغوة كأنها شيب بهامة أصلع، فخالطته حلاوة ومرارة كلتيهما من شأنها لم تقلع، إن المصغر لا يصغر ثانيا فإذا وليت على الكؤوس فأترعي. الأصل الإتياني المقيم بأربع وللقصر دون مبيحه لم يشرع، وحذاري لا تزم بحذف آخر إلا إذا ما اعتل آخر الأربع، واجرر أتاياك لا تعجل برفعه إن النفوس تطيب ما لم يرفع. الله.